ضرب الدار وكان فيها عدد من النازحين وكان فيها عدد من المتواجدين في الدار من أهلي. استشهد في هذه الضربة أخوي محمد واستشهد بنت أختي، وقبل هيك ضربوا جنب نضار ونجو واستشهد ابن أخوي، وهذه الضربة الثانية اللي استشهد فيها 5 شهداء 6 شهداء بكل أسف بدون سابق انذار، خبطوا الدار بصاروخين والحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى. هذه الدماء حتكون بإذن الله لعنة تطارد هذا المحتل. والله ما في رسالة إلهم إلا أنهم يضلهم في مظاهراتهم وضغطهم على حكومة بايدن أنها توقف هذا الحرب. الحرب هذه لازم تقف، كل أسف ضحاياها أطفال وصغار. الاحتلال ما بيحقق أي هدف إلا بقتل الأبرياء، 80% من ضحايا الحرب من الأطفال والنساء والحمد لله. موت صار شي معي موضوع المواصلات.